أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا أنا. ضيفنا وضيفكم اليوم الفنان عبادي الجوهر. عبادي نال مؤخرا شهادة الدكتوراه الفخرية وهو يستحق، صاحب مشوار طويل جدا 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 مع الأغنية، مع الكلمة، مع اللحن المختلف، ومع المدرسة الفنية المختلفة. عادة ما أقدم الأسماء بعد النبذة، ولكن اليوم قدمت عبادي بدءا، لأنه عبادي شخصية محبوبة مهمة ورمز من رموز الإبداع في المملكة والعالم العربي. نتابع. ولد عبادي محمد الجوهر في مدينة جدة، بدأ الفن وهو ابن 14 عاما عندما ذهب به لطفي زيني إلى طلال مداح الذي ساعده في تسجيل 10 أغنيات ومنحه من ألحانه، كانت أشهرها أغنية يا غزال. انطلاقته الحقيقية نحو عالم الشهرة كانت في حفل افتتاح دورة الخليج لكرة القدم التي أقيمت في قطر عام 1976 من الميلاد، ومن ثم قام بإنشاء شركته الخاصة للإنتاج الفني ليبدأ في إصدار ألبوماته الخاصة عام 1984. لقبه طلال مداح بأخطبوط العود، كما لقبه عبد الرحمن بن مساعد بسفير الحزن، جوهر الغناء السعودي، الجوهر وليس المنظر. عبادي بدأ مشواره في مجموعة من الأحلام والأمنيات، لكن الفن دخل عليه وأخذه إلى منطقة أخرى. خلينا نشوف مع بعض. ضيفنا وضيفكم اليوم الدكتور الفنان عبادي الجوهر، مرحبا فيك. أهلا وسهلا. مرحبا دكتور عبادي. بعد هذا العمر الجميل وهذه التجارب الطويلة، تعتقد أنه هناك أمنيات لم تتحقق في حياتك؟ لو تحققت كل أمنيات لأي إنسان يتوقف، فأكيد في أمنيات لم تتحقق. إيش أبرز الأمنيات اللي كانت تراودك دائما في الطفولة، يعني حول شخصيتك؟ يعني أكيد الفن هذا شيء قائم وموجود، ولكن أمنية كانت؟ أبدا، الفن هو جاء عرضي، يعني أنا الأمنية كانت شيء مختلف، ودخول المجال الفني هو لم يحقق لي الأمنية. يعني بسبب دخول المجال الفني ما حققت الأمنية اللي كانت تراودني وأنا طفل، يعني أو أنا في سن مبكر. يعني إيش كانت الأمنية؟ أني أدخل السلك العسكري، أني أكون ضابط، بس طبعا ما تغيرت يعني متناقضات مسار تغير، وما زال جوايا يعني ضابط صغير. تعتقد بأنك عصبي عبادي؟ إيه شوية في مواقف أو وقت ال مش عصبي بمعنى إن أنا يعني أزعل بسرعة، بس أنا يعني على ما يقولوا إحنا نقول في جدة أو الحجاز خلق ضيق. أي أوكي، يعني ما أتحمل إنه ما حد يفهمني بسرعة، أضيق بسرعة. أحب اللي أكلمه أو في أي مجال يفهم علي بسرعة، ما في أقدر يعني أعيد وأزيد عشان يفهم. في المدارس أيام طفولتك، أيام المدرسة، كنت من أي سرب؟ يعني سرب الشباب المسالمين أو سرب ال... لا، كنت شاطر ولكن مشاغب. مشاغب بمعنى يعني مش مدرسة مشاغبين، يعني لا أقصد يعني مشاغب بمعنى مشكلتي إني فيها حركة دائمة وفيها مناكفة مع الأساتذة، لازم أسأل أوكي. عن أي حتى بعد الحصة أروح المدرس وأسأل أسئلة شوية غريبة كانت في الفترة هذيك، يعني بنفهم بهذا الشكل. كنت مشاغب، يعني مش مشاغب يعني شرس او ان انا اسوي اشياء مش لطيفه. كيف شايف الشباب الان اللي في سن الدراسه؟ هل تغير الجيل؟ هل تغيرت مفاهيمه؟ او تشوف انه هي الشخصيه نفسها اللي كنا نعيشها في تلك الفتره؟ يعني انا اتصور ما زالوا يعني نفس الطالب يدرس كل المناهج وكل المواد، ولما يتخرج من الجامعه ينساها كلها، يعني
يعني ودي في سن مبكر يعني في الثانوي مثلا تأسيس انه يكون يركزوا على مثلا هو متميز في ايش مثلا في الرياضيات فيركزوا عليه في الرياضيات. نعلم انه عبادي الجوهر وكما يشاء انه عبادي الجوهر ما يتابع الاخبار كثير ولا يدقق في امور. كنت زمان اتابع الاخبار بس توقفت عن متابعة الاخبار بشكل دائم كنت من 2006 يعني، انما اتابع اذا في حدث مهم او احداث الحرب والسلام والحروب والكوارث والنزوح مؤلم 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 جدا بيأثر، وعشان كذا ما احب اشوفها. والاخبار يعني يوميا تجيب الاخبار التعيسه يعني والمؤلمه واتمنى كنت اتمنى يكون في نشره للاخبار السعيده ولو في الاسبوع مره. جميل المسمى يعني، اكيد في اخبار سعيده يعني، مش ممكن ما في اخبار سعيده، فلو في الاسبوع مره يعني نتفرج على نشره الاخبار السعيده. والله ان شاء الله ان هذا الموضوع يتم تبني. في اكثر الاشياء إلهام في نفسك يعني تحس انها انا هنا وقف، او اكثر الاشياء ابهاج لنفسك في حياتك العامه؟ شوف يعني المساحات الالم والحزن عند كل انسان أكبر دائماً من مساحات الفرح. يمكن من الأشياء المبهجة متغيرة يعني، إذا كنت مثلاً أنا من أجلس أنا وبناتي مثلاً كانت هذه بالنسبة لي شيء مبهج، الآن لما أجلس أنا وبناتي وحفيدي وصار في شيء جديد يعني عدم مبين ما شاء الله. إيه الحمد لله شيء مبهج. ما بدي أقول لك أشياء مؤلمة بمعنى مؤلمة، ولكن مزعجة بالنسبة لي كثرة السفر، كثرة البعد عن البيت وعن البنات يعني هذا شيء يعني أنا يألمني أني ما أقعد معاهم كثير بشكل دائم بحكم عملي وبحكم، إنما الأشياء المؤلمة الأخرى يعني كثيرة جدا. إحساس الإنسان بأخو الإنسان، إحساسك بالآخرين، تشوف كل يوم أشياء يعني تعتقد تبعث تبحث تبعث عن الحزن والألم. ها عباد الجوهر قبل 20 سنة 30 سنة تكلم كرب أسرة زي الآن؟ لا طبعا اختلف يعني في 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 كأب أنت تقصد يعني أنت تعرف إنه يعني الأولاد أول ما كانوا أو البنات أول ما كانوا في سن قبل 20 سنة غير قبل 10 سنين غير الآن يعني مختلفة المسألة، خاصة أني أنا يمكن مريت بظروف كذا بوفاة والدتهم قبل 10 سنين فكانوا في السن، فأنا يعني أكيد مختلفة المسألة تختلف من فترة لفترة يعني، هم أطفال غير وهم في سن مراهق غير وهم من يكبروا شوية. أحاول أن أنا يعني أكون صاحب لهم دائم، صديق لهم دائم، وأنا أعتقد هذه وسيلة جميلة للتربية يعني عندما يصلوا لسن معين. إحساس الفقد إيش يعني لك؟ أنت فقدت أشياء كثيرة طبعًا. جميلة في حياتك، نتكلم عن هذا الإحساس. صعب وصفه الحقيقة صالح والله يعني يعني فقدت والدتي في سن مبكر، فقدت والدي في سن أبكر، فقدت زوجتي وأخويا في شهرين. أنا الحمد لله مؤمن ومسلم بقضاء الله وقدره، ولكن هو يعني دائما الفراق والبعد مؤلم جدا. تركيبة البيت اختلفت، تركيبة الحياة اختلفت، مش بالبساطة اللي تتخيلها إنه تتغير يعني في يوم وليلة بشكل كامل. مؤلم كثير جدا إلى درجة أنك أنت لا تستطيع أنك تعبر عن هذا الألم إلى هالدرجة. ولا من خلال فنك؟ هو المتنفس الوحيد يمكن اللي يخليك تعبر، هو بالنسبة لي يعني الوسيلة الوحيدة يمكن الفن، ان انا من خلال الفن اتنفس هذا الالم. جينا على ذكر الوالده الله يرحمها، ايش اللقطات اللي دائما تتذكرها في فتره وجود الوالده؟ يعني كلماتها اكثر
أكثر شيء، كلماتها، نصائحها راسخة في ذهني ما تروح أبدا. بعض المواقف طبعا، لأن حياة الإنسان كلها مواقف، لكن في مواقف تظل راسخة في راسخة ما تروح أبدا. مثل دكتور عباد، يعني مثلا مرة كتبت لي كلمة شوك، قالت لي أقرأها، فقرأتها شوك، قالت لي هذه ما تسويها مدى حياتك، شين واو كاف، شراكة وكالة كفان. طب هذا نظرة اقتصادية لي؟ لا، نصيحة يعني، لا تشارك أحد، لا توكل أحد وكالة عامة، لا تكفل أحد كفالة حضور وغرم. كم عمرك ذيك الأيام؟ كنت يمكن 13-14 يعني، في هالحدود يعني. أول ما بدأت أغني أيه. واستوعبتها؟ جدا، وما أعملها إلى الآن على فكرة. تفتكر ذيك الفترة؟ لا يعني أنا في يعني في نصائح يعني في راسخة في 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 بالي ما أنساها وأعمل بها يعني. أيضا بالنسبة للعمل الشغل، أول بدأت أغني والفني كانت تعطيني أيضا كلمات، هي عبارة عن نصائح ولكن هي حكم كانت يعني. واحد وعشرين مارس يوم مهم جدا في تاريخ أو في حياة عبادي الجوهر، وعبادي ارتبط بهذا اليوم وارتبط بأشياء أخرى منها الوطن، كيف ينظر للفن وكيف ينظر الوطن بعد الفاصل. طلال مداح، هذا النجم العظيم الذي رحل عن سمائنا يرتبط بالكثير من نجوم الساحة والصحافة والفن بعلاقات مميزة، من ضمن هذه العلاقات علاقته مع الفنان النجم عبادي الجوهر. في الدقائق التالية سنلقي الضوء على طبيعة هذه العلاقة، كونوا معنا. كل فنان عنده رسالة، يعني في بعضهم يغني مجرد أنه هاوي. استمراريتك لما أكثر من 4 عقود وحرصك أن تكون دائما موجود في المقدمة وتشتغل على تطوير هذا الوجدان الإنساني، إيش الرسالة بالضبط؟ إيش تبغى توصل للناس؟ يعني شوف، أنا أول ما بدأت أغني زي البغبغاء، يعني اللي يعطوني يا أغني يعني. بترش الوضع. إيه طبعًا، كنت في سن مبكر 14 سنة، فالمسألة بالنسبة لي كانت هواية وحب للموسيقى والغناء وكذا، فكنت أغني إلى أن بلغت يعني سن معين. حسيت إنه من أهم رسائل الفنان، لأنه الفن شيء جميل وشيء سامي، وإذا أردت أن تعرف حضارة قوم فاسمع موسيقاهم. نعم. فأنا مؤمن بهذا القول جدا، فكنت أبحث في 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 تراثنا وفي موروثنا الشعبي وفي جملنا وفي إيقاعاتنا، وأنا ضمن يعني أنا فنان من ضمن مجموعة كبيرة كانت موجودة وما زالت طبعا، إني أنا أوصل الأغنية السعودية بشكل متطور لكل أذن عربية. أتمنى إنه يعني أوصل الأغنية السعودية أنا واللي يؤمنوا بهذا الموضوع أو بهذه الرسالة، أغنيتنا السعودية بشكلها الجميل سواء كلمة أو لحن تصل لكل أذن عربية. جمهورك أبو سارة جمهور يختلف تماما عن جمهور كل الفنانين، بمعنى أنه البعض تقمصك، أنا أتحدث عن رؤيتي، البعض نفس لبسة العقال، البعض يربي نفس الشنة، البعض نفس الرزة، البعض حتى مسكة العود، هذا يعني يعطيك مسؤولية في داخلك، إنه في ناس الآن عبادي الجوهر بالنسبة لهم قدوة في هذه، حملك مسؤولية. يعني شوف، أتمنى أكون قدوة يعني جيدة
الشباب يعني. اللي تقول عليه من شويه التقمص والى اخره، في ناس اذا حبت فنان من خلال فنه تحبه على بعضه يعني، عارف، فتحاول تكون يعني هو بالضبط. نماذج عجيبه من المعجبين قريبه يعني اكيد خلال السنة. شوف يعني هو في طبعا كثير جدا، ولكن انا دائما يعني علاقتي بالمعجبين يعني علاقة شوية خاصة، يعني ما أحب أتحدث عنها وأتكلم عنها، لأنه هي علاقة بين يعني بيني وبين أشخاص يعني محبين، فما أحب أتكلم عنهم يعني. أكيد في أشياء غريبة جدا، غريبة جدا، في أشياء غريبة جدا، مع أني أنا يعني دائما أقول، وأنا ممكن فرصة من خلال البرنامج يعني، أنا أقول أنه مش بالضرورة أنه كل جمهور الفنان يكون أصدقائه، فأتمنى أنه يعني تكون العلاقة بين الفنان زي زمان، بين الفنان وجمهوره من خلال الأعمال، مش من خلال اتصاله الشخصي. نعم. أصدقاء عبادي كثيرين وفي كل دولة وفي كل مكان. مفهوم الصداقة عندك دكتور عبادي، من هو الصديق؟ أنا عارف أنك لذعت. الصديق من صدقك لا من صدقك. نعم. هذا السائد لك نظرة، هذه هي الحقيقة. نعم. يعني فعلا يعني هم الأصدقاء من تعدهم المسمى كثير، أي، ولكن الحقيقي قليل طبعا، لأنه قليل اللي يصدقك. العود وينه في مسمى الأصدقاء؟ لا، العود مش صديقي. العود رفيق دربي يعني. يعني العود، أنا والعود يعني، يعني أنا يعني بعد ما تولدت ب 11 سنة كان معي إلى الآن. إلى الآن ما شاء الله. هو مش صديق يعني. ما أدري، إحساسك دائما تتحدث عن العود بحميمية يغبطك عليها الكثير من الفنانين، تحدثت عنه في كذا لقاء وفي كذا مجلس، ونعلم تماما بأنك تقول هو أقرب شيء إلى قلبك وإلى صدرك. صحيح. هو يعني على فكرة في حاجة غريبة يعني، يمكن يعني يمكن ما قلت لك إياها قبل كده، إنه في حالات فرحك وفي حالات ترحك يعني، في الحالتين ممكن تبوح له العود طبعا، او يعبر عنك، يعبر عنك للاخرين، ولكن انت ممكن تبوح له هو يعني. اللي ما تقدر تبوح له احد يعني، في اشياء اسرار خلينا نقول ما تقدر تسرها لاحد، لكن ممكن تسرها للعود، تفضفض ويتقبل. أنا أحس إنه في توأم. أنا يمكن أحس هذا الإحساس على فكرة، يمكن كثير اللي يسمعوني الآن يقول لك هذا بيخرف يعني، بس هي حقيقة يعني. لما أكون في لحظات أحيانا تمر على كل إنسان، لحظات من الحزن، لحظات من الزعل، لحظات من الحالة النفسية السيئة أو الفرح أو العكس يعني، إذا عزفت يبان علي يعني، اللي يسمعني يعرف، ولكن ما يعرف شو أنا كنت أقول. يعني أنا يمكن على مدى السنوات شفت دمعتك بعيد عن الضوء، دمعتك مع العود. صحيح. أنا أولاً أنا لا أخجل من دمعتي على فكرة، لها معاني كثير الدمعة يعني، إذا في شيء أحزنني أنا من يعني عيني بكاية خلينا نقول، ولا أخجل من هذا يعني. متى تحاول تمسك نفسك عن البكاء؟ ما حاول على المسرح، ما حاول حتى على المسرح، حصل لي كثير يعني. زي يعني يوم ما غنيت في المفتاحة مثلا تاني سنة من وفاة الأستاذ طلال رحمه الله يرحمه، فغنيت أغنية من أغاني وافتكرت وبكيت يعني. يعني هذا إحساس ما تستطيع أنك أنت تمسك إحساسك يعني. تصير عصبي لما تحزن أو تنطوي؟ لا، أحاول أكون هادي، ما تحتك بالعالم، لا. تنزوي؟ لا، بس لو في عالم عادي بالنسبة لي، إنما ما أثور يعني، أنا أقصد إني أكون في 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 لحظات برضو هادئة يعني. في لك مناخات فترات أنت تترك الناس وتعتكف يعني، ما تطلع. صحيح. وتقعد 4-5 أيام أحيانا بالشهر، هذا الوقت الجميل اللي تقضيه مع نفسك، الناس تتمنى تلتقط معك صورة، تتمنى تشوفك، وأنت ما تتمنى تشوف أحد نهائي، وين تعيش في هذه الفترة؟ أي يعني كمناخ داخلي إيش تسوي؟ شوف يعني أنا لما إذا أنا في وسط الناس فأنا ملك الناس،
يعني التقط صورة. طالما أنا خرجت من البيت فأنا ملك الناس، أنا أعلم أنه هناك جمهور ويفرحوا لما يشوفوك ويسلموا عليك ويتصوروا معاك، فأنا طالما خرجت لهم فأنا ملكهم يعني. لكن لما أبغى أنا أحب أجلس مع عباد الجوهر أحيانا فأختفي عن الناس يعني، يا أما أكون في البيت يا أما أسافر مكان وأجلس لوحدي. هي لحظات يعني مراجعة أحيانا، أني أنا أراجع بعض حياتك أو حياتك الفنية كلها على بعض يعني. أول مستقبلية يعني أحيانا أشياء للمستقبل، تفكير في المستقبل في أشياء في، فحاول أن أنا يعني يعني أقتطع وقت من شغلي ومن بيتي ومن إني أكون لوحدي لمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام على حسب يعني. إيش يحصل في هذه الخلوة؟ الخلوة هذه يعني أكثر ما فيها مثلاً إن أنا أقرأ أو ممكن أقعد ساكت 4 ساعات يعني، بس ساكت إنما مع نفسك كذا تفكر، وما أكون أتفرج على تلفزيون ولا مع نفسي، أو أكون أعزف. أوكي. أحيانا يساعدني على التفكير العود. أي وأنا أعزف يعني. طيب في ألحان تجي، الآن بيتكلموا عن عالم غيبي، إنه في ألحان تجي من الغيب ما تدري موقعها مكانها. هل يوم الأيام صحيت من النوم قلت أنا كيف عملت الجو هذا وكيف عملت اللحن هذا؟ هو شوف، قرأت مرة إنه هناك توافق نغمي مع الفلك. أوكي. بمعنى إنه في وقت من الأوقات، بس طبعاً يعني صعب إنك إنه الفنان أو الشخص إن نعرفه يعني، إنه من يوم مثلاً 16 مارس إلى يوم 21 مارس يكون فلكياً هذا وقت مقام البياتي، فلو عملت صدف إنه لحن بياتي في هذا الوقت يكون أوكي، ممكن يكون أوكي. ولو رحت على رصد رحت على شيء مكاني أيوة، يعني يكون عادي يعني. إلى أي مدى تؤمن هالموضوع؟ مهم جدا. كثير جدا. أنت ما أخذه في الحسبان هذا أبو سارة، الموضوع كل سنة لما يجي مثلا؟ لا ما تعرف، ما أقدر. لو أنا أعرف يا ريت أقدر أعرف يعني متى وقت البيات. أكيد مع التجربة الطويلة ما تقدر تعرف، وما تقدر يعني ما، لأن أنا من ألحن ما ألحن في يوم يعني، اللحن مش في يوم، أحيانا صحيح يأخذ يوم، أحيانا يأخذ ساعة، وأحيانا يأخذ شهر اللحن، وأحيانا يأخذ أسبوع، فحسب. كثير بالحفلات أو المناسبات يقولوا عبادي فجأة ترك المكان ومشى. إيش اللي يحصل بالضبط؟ يعني ممكن تكون عارف، نعرف عصبي بالحق وبالخير. لا مو عصبي، أنا مودي مرة. مودي أوكي. جدا يعني أحيانا يجيني إحساس أنا ما أبغى أغني، فهمش بس ببساطة يعني. وتغير الجو المكان، تغير ال، أمشي خلاص يعني. أو يكون أحيانا عندي ارتباط يعني. بس يجيني، بس هذه طبعا قليلة جدا يعني. الحالات هذه إنه يجيني حالة فعلا إني ما أبغى. طيب إيش أكثر فئة مزعجة تقابلها في حياتك؟ مين النوعية هذه؟ أقول لك بأمانة يعني، صراحة يعني أحيانا في شباب صغار يعني قابلك، فهو طبعا من محبة طبعا، ولكن هو ينسى أنه أنت بصرف النظر عن أنت مكانتك الفنية، ولكن أنت أكبر منه سنا في سن والده. يجي مثلا واحد 17 سنة يعني أصغر من أصغر بناتي، عبادي، فأقول له حبيبي يعني سيبك مني، لا تقول لي لا أستاذ ولا نيلة يعني، ما لا تقول لي عم، وأقصد يعني قول لي على الأقل أستاذ يعني. يعني حلو الأدب حلو، إنما يعني أنا أكبر من يعني، يمكن أنا أكبر من أبوك يمكن، فصعب إن هذا يضايقني يعني. هناك فئة تنظر للفن ولهذه الرسالة يعني كأنه واحد ملحد وكافر بالله تعالى. فعبادي مرة صلى في مسجد وقال السلام عليكم، في واحد قال له أنت إيش جايبك؟ في المدينة. نعم. كلمنا يعني عادي، أنا يعني
ما أنا بني آدم موحد بالله ومسلم قبل ما أكون فنان يعني، وما له علاقة. فارتباطي بأي مهنة في الدنيا ما له، ما يغير من سلوكي الديني أو ما له علاقة بالله يعني. سواء أنا كنت فنان أو محامي ولا دكتور ولا أيا كنت يعني، فأنا فزي كل الناس أجيب عمرة، زي كل الناس حجيت، زي كل الناس أزور. فكنت في المدينة فكنت أصلي في المسجد، وبعدين سلمت، فواحد جنبي بعد ما سلمت التفت قال لي عباد الجوهر؟ قلت له نعم. قال لي إجابة. فضحكت أنا، قلت له اللي جابك جابني يعني. قال لي أنا ما أقصد والله، التعبير خانني يعني، بس ما تخيلت أن أشوفك جنب يعني، التفت ألاقي عباد الجوهر جنبي يعني. طيب ما دمنا في هذا الجانب وتطرقنا إلى الأصدقاء وبعض المواقف، يعني يمكن في أجيال كثيرة تعلم خاصة في الوسط الفني هذه التوأمة الروحانية بينك وبين الراحل الأستاذ طلال متاح رحمه الله، إيش كان يمثل لك بعيد عن الفن؟ الصديق يعني والإنسان. هي كانت علاقتي بالأستاذ طلال يعني علاقة تطورت بشكل تلقائي يعني. في البداية أنا طبعا رحت له كصوت جديد وفنان جديد عشان يسمعني، هو سمعني وتعامل علي معايا من منطلق الإيمان بموهبتي وكصاحب شركة. حلو، هذا صاحب شركة. أيوة كان صاحب شركة. أوكي. هو ولطفي زيني كان أيام لطفي زيني رياض فون أسطوانات. فمقتنع بهذه الموهبة، وفي نفس الوقت أقول لك أستفيد من هذه الموهبة في شركتي، بدأت بهذا الشكل يعني. أوكي. وبعدين تطورت هذه العلاقة، أصبح في لقاءات دائمة، يمكن يومية كانت تكون يومية يعني، أصبح في حب، بعدين أصبح في صداقة كبيرة جدا، بعدين أصبح في علاقة حب على صداقة على عائليا على، فأصبح صداقة شكلها يعني كبير وجميل في نفس الوقت. وكنت أرتاح أنا للجلوس معاه على فكرة يعني، هو كذلك يعني. وكنا لما نجلس على فكرة مو دائما نتكلم في الفن يعني، نتكلم في أي أشياء أخرى يعني، لابد أنه يعني نتطرق إلى جانب أو جوانب من الفن، لكن من غير ما يعني مش نقول نغني لا لا لا، إلا إذا كان في أبا سمعه حاجة أخذ رأيه فيها، يسمعني حاجة. فكانت علاقتنا شوية جميلة يعني، مختلفة حتى لما نسافر، حتى لما مختلفة عن باقي الفنانين، هذا ما في شك يعني. إيش قصة الساعات؟ في كذا حكاية طريفة يعني تداولها الوسط الفني من زمان. أنت من قال لك الحكاية دي؟ وصلت لي. كان لما توطدت العلاقة بالأستاذ طلال رحمة الله عليه، وكنا دائما أنا ولطفي زيني رحمة الله عليه دائما يعني نشكل ثلاثة مع بعض دائما يعني، فكان يحصل بيننا اتفاقات يعني كذا. فمن ضمن الاتفاقيات هذه اتفاق إنه اللي لابس ساعة وتعجب الثاني ياخذها ويعطي له ساعته يعني. فهذا كان اتفاق بين الثلاثة يعني، أنا أشوف في لطفي مثلا ساعة وأشوف الساعة هات الساعة وروح نفسخ ساعتي يعطوه إياها ما يعترض يعني، وأنا كذلك يعني. أوكي. فاستمر الموضوع هذا بشكل يعني روتيني فترة يعني بسيطة كده. وبعدين لقينا مثلا أنا أبو عبد الله الله يرحمه مثلا يقول لي أشوف الساعة دي، فسخ الساعة دي، لبسني ساعته. وبعدين كانت في ساعات حلوة يعني نتبادلها، بعدين لقيت الساعات بدأت مستواها ينزل اللي يعطينا إياها هو يعني. فمرة اثنين ثلاثة موضوع يعني طول، فاكتشفنا أنه هو يعني صار يخلي ساعاته الحلوة جوا ويجيب ساعات عادية كذا وياخذ ساعاتنا الحلوة فلغينا الاتفاق هذا يعني. بعد الفاصل يتحدث عبادي الجوهر عن علاقته بالمرأة.
كيف يرى الفنان المرأة وكيف يرى عبادي الإنسان النصف الآخر. عبادي الجوهر لقب بالمجموعة من الألقاب وأطلقت عليه الصحافة وأطلق عليه المحبين أسماء كثيرة، ولكن ما هو اللقب الأحب إلى قلب عبادي الجوهر؟ فلنتابع. المرأة في حياة عبادي الجوهر بصراحة يعني إحنا ما حنتحدث ب لا شوف يعني أنا حياتي كلها كانت المرأة قريبة مني وكان لها تأثير كبير. يعني أنا تربيت يتيم الأب من عمري 3 سنين، فكانت والدتي رحمة الله عليها هي الأقرب كمرأة. نعم. إلى أن يعني كبرت وأصبحت شاب وتزوجت، فكانت زوجتي أيضا امرأة وقفت جنبي وقفت معايا إلى يعني في الثمانينات. بعدين الله رزقني بنات أيضا، فالمرأة لها دور في حياتي كبير جدا ودائما دائما محاط يعني بإحساس المرأة وتفاني المرأة معايا ووقوفها جنبي، سواء والدتي أو زوجتي أو بناتي. طيب نخرج من إطار الأسرة، ماذا تحتاج المرأة في نظرك؟ يعني تحتاج لكل لما يحتاج له الرجل في حدود الدين والتقاليد والأعراف. هل تعتقد بأنه إحنا لأنه ما تستطيع أنك أنت تخرج منها؟ إحنا كشرقيين جافين شوي في منطقنا في لغتنا في لا 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 مو جافين لا 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 ما أعتقد يعني الغربيين ناعمين يعني إحنا الشرقيين جافين. ما تلاقي في نشوف أحيان غربيين وجافين وقاسين جدا مي مسألة شرقي وغربي. يعني أنا أتصور أنه الإنسان ابن بيئته وابن تربيته وابن ثقافته. طيب نرجع مرة ثانية العبادي في حياته الشخصية والخاصة، أنت منتظم في حياتك الخاصة بمعنى مواعيد الأكل، مواعيد الشرب، وقت النوم، وقت اللقاء؟ لا حتى الآن؟ حتى الآن بحكم العمل يعني يعني ممكن أنتظم أسبوع أنام الساعة كذا وأصحى الساعة كذا لمدة أسبوع، بعدين يحصل سفر شغل تسجيل. وقوفك على المسرح أول 10 دقائق إيش يكون في بالك؟ دائما قبل ما أطلع على المسرح أحس برهبة من شوف الجمهور له رهبة، الميكروفون له رهبة، الكاميرا لها رهبة، فحين تجمع الثلاثة يعني حفلة مصورة فيها كاميرا وقدامك مايك وفي جمهور تكون على الهواء. الهواء دائما مخيف لأنه ما يحتمل الخطأ أبدا يعني وما في تراجع يعني في داخلك. اي بس طبعا احنا يعني انا من عملت مئات يمكن الاف الحفلات امام الناس، انما ما زال اي فنان انا اتصور يعني ما زال قبل ظهوره على المسرح بدقائق في قلق. القلق هذا هو حرص، قلق ايجابي. ايجابي بالضبط، هو حرص على انك تكون في احسن شكل واحسن صوره وتقدم للناس اللي يتمنون. لقبوك طبعا في سفير الحزن، ولقبوك بملك العود، ولقبوك بالاخطبوط، اخطبوط العود، ولقبوك في اشياء كثيره. اللقب اللي انت حبيته ابو ساره يا حبيبي. كل هذه الالقاب، كل هذه الالقاب هذه محبه الناس يعني في بعضهم يعني يشوفوك انت احسن واحد في الدنيا، احسن فنان في الدنيا. ولذلك أنا دائما أقول يعني في نقاشات مع كثير من سواء من أصحابي أو من أصدقائي أو حتى في اللقاءات التلفزيونية أو غيره، إنه ما في أحسن مطلق، دائما ما في أحسن مطلق، إنما في محب يراك أحسن. فاهم؟ يعني المحبين يروك يعني يشوفوك الأحسن، إنما هو ما في أحسن مطلق يعني دائما.
في الألقاب من محبين يشوفوا فيك ملك العود. في ناس تاني يقولك لا يا أخي في فلان أفضل منه، هو لا يراك الأحسن. نعم. وهكذا يعني، فالألقاب هذه كلها من محبة يعني. يمكن أخطبوط العود هو الأقرب شوية لنفسي، لأنه من الأستاذ طلال رحمة الله. الله يعني كان يقدمني في مسرح التلفزيون، وكنا لما نجلس مع بعض يقول لي أنت كأنه عندك 6 أصابيع من يعني يمزح. فلما قدمني فقال أخطبوط العود يتنقل بين المقامات ومش عارف إيه، فيمكن دائما هذا اللقب يعني احس عشانه من الاستاذ طلال يعني. يمكن ولو انه الاخطبوط شيء وحش يعني وشيء مفترس، لكن احبه لانه منه. عباد الجوهر، تعتقد بانه انت حريص انه توثق سيرتك او احد يوثق سيرتك مرئيا ومسموعا لسبب طبعا، مش النرجسيه، لا انه تحب انه هذه التجربه تنتقل للاخرين؟ طبعا، وانا يمكن بصدد اني انا اعملها مصوره يعني وانا احكيها. السيره الذاتيه. السيره الذاتيه. ممكن يستفيد منها احد. يعني مسيره، انا اليوم اغني لي 46 عام، فاعتقد انها مليئه باحداث كثيره واكتسبت فيها خبرات كثيره. اعتقد انه ممكن يستفيد من الاخرين يعني. أحد يكون في هذا المجال في يوم من الأيام، أو كإنسان. حلو. يعني أنا حسرد سيرتي كإنسان وكفنان في نفس الوقت، أنه يعني لا يفترقان. فمهم أنه أجيال أخرى ممكن تجي بعد سنوات طويلة تسمع الأعمال لكن ما تعرف سيرة صاحب الأعمال. نعم. فيكون تكون موثقة وموجودة يعني. هذا مشروع قادم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، العادة الناس لها مهنة والهواية تكون موسيقى، رسم، يعني. لا، أنا دائما أقول أنه الموسيقى والغناء مهنة أهواها وهواية أمتهنها. أوكي، حلو. يعني كمهنة وكهواية. نعم. إحنا في رمضان. في رمضان. كل سنة وأنت طيب. طيب. الأكلات اللي تعجب صراحة، بصراحة في الفطور ولا في السحور؟ الاثنين، خاصة لما تكون في السحور. أنا سحر أكلة واحدة فقط طول شهر رمضان. إيش هي؟ رز وسمك فقط. رز وسمك، هذا فطور ما يعطش؟ لا، مو سمو سحور. فطور سحور ما يعطش؟ لا، متعود أنا كل 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 رمضان سحوري رز وسمك فقط. طيب الفطور؟ الفطور قبل الفطور إيش تكون تتمنى؟ زي أي صايم كل شيء. ولذلك انا قبل الفطور يعني بالعصر بعد صلاه العصر تطلع اطلع اروح اشتري اشياء. طبعا اشتري كل اللي اقابله يعني، لانه تهيالي ان انا كله حاكله يعني، وفي النهايه ما اكل منه ولا شيء. هو طبق الفول وخلصت على كده، وشويه شوربه وسمبوسك وخلاص. يمكن اكلي قليل، انا بطبيعتي اكلي قليل، وفي رمضان كمان بزياده يعني. انت افتقدت الاحبه في العيد. العيد يمكن ما صار له طعم زي قبل، صح؟ لا، افتقدنا حتى حلاوة العيد يعني. يعني ما عاد أحد يجي عيد عليك يعني، كله يرسل لك على الواتساب كل سنة وأنت طيب، وبعدين يعيموا لك يعني. هو عامل يعني لستة كده، التليفون موجود وكل عام أنتم بخير، وخلصت على كده يعني. فحتى المعايدة شكلها أو طعمها اختلف يعني. عباد الجوهر، من أكبر النعم اللي الله وضعها في الناس بشكل عام مثل ما يقول الفلاسفة وحتى الأنبياء، الحب. وين الحب في قلبك؟ أنا أعرف أنك محب للإنسانية ومحب للشعب. كلمة الحب مش بالضروري واحد يحب واحدة يعني. مش بالضرورة يعني. الحب حواليك في كل مكان، الحب حوالي في كل مكان يعني حب بناتي، حب جميل، حب حفيدي، حب أصدقائي، حب عملي يعني. أنا كل الحب هذا المحيط بك هذا هو حب، مش بس يعني حب شخص لشخص يعني، أو واحد لواحدة يعني، خلينا نكون واضحين يعني. لا، مو بالضرورة يعني.
مو من الله كمان. الحب هذا اللي تقصده أنت حب شخص أو واحد لوحدة يعني جد عبادي. إيش تعني لك الكلمة هذه؟ جميلة. شوف بابا، كلمة بابا في الأول أول مرة يسمعها شخص ترى يعني شيء يبعث على السعادة. سيدو يعني أنا مالك ولد بنتي يقول لي سيدو، لا تتخيل مدى هذه الكلمة في إذني وكأنها سيمفونية يعني. الله. يعني لها وقع ما أعرف أوصفه يعني. وقع جميل يعني. الجلسة أحيانا ولو أنها أحيانا لوقت بسيط يعني مع 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 حفيدي أنسى كل شيء يعني. اللحظات هذه اللي أنا معاه فيها أنسى كل شيء يعني، أنسى المزيكا والبيت والشغل والتليفونات والناس والاتصالات وكل. هي فترة يعني محدودة، تعرف الأطفال ما يعني صعب إنك تسيطر عليه فترة طويلة يعني، بس اللحظات هذه اللي جلسنا معاه يمكن دقائق يعني 10 دقائق أو ممتعة للغاية. شيء جميل وكلمة جميلة على فكرة. غيرت فيك أشياء أكيد. دكتور عبادي، أنت حصلت مؤخرا على وأنت تستحقها من سنوات طويلة اللي هي الشهادة الدكتوراه الفخري. سؤالي، يمكن آلاف اللي تخرجوا معهم دكتوراه في الموسيقى وفي مقامات وفي أشياء كثيرة، تعتقد في الخليج وفي المملكة الآن مع هذا الانفتاح الجميل في وتقديرهم للفنون وللإنسان وللمبدع وللموهبة اللي الله خلقها، ماذا نحتاج؟ الآن نتحدث بشفافية يعني بعيدة. أنا قلت في اللقاء قبل هذا أنه إحنا يعني في حاجة لمعهد موسيقى. أطلع في شباب كثير موهوب في المملكة، كثير يعني سواء في المملكة أو في الخليج، في شباب كثير موهوبين موهوبين في كل شيء. في أتكلم مش في الغناء فقط يعني، غناء وموسيقى يعني، عازفين كل الآلات. في شباب موهوبين ولكن شباب غير متعلم يعني. احنا نحتاج يعني الوقت الراهن والوقت القادم نحتاج الى شباب متعلم يعني. انا الان لما اجي اسجل اغنيه لازم اركب طياره واروح القاهره. عندي حفله في الخليج، اجيب موسيقيين من القاهره. طبعا احنا نتعامل معاهم من سنوات طويله جدا، ولكن جاء وقت انه يكون عندك فرقه محليه. لابد يعني مطلب، بدل ما تجيب فرقة حتى في مناسباتك. أيوة أحيانا ظروف السفر والفيز يعني تعطل أشياء كثيرة. غير هذا كله أنه لابد يكون يعني هذا الشاب هو موجود وموهوب وبيعزف، فليه ما يكون متعلم؟ يعني مهم يكون متعلم. لو كلفت بالإشراف على معهد ما أنفع قومي. ما أنفع. لا هو موضوع جاد يعني، موضوع يبغاله يعني جد. أنا يبغاله تفرغ ويبغاله أساتذة ويبغاله يعني، مش موضوع فنان. أنت ممكن تساهم تساعد بما تستطيع، ولكن لابد يكون موجود ومعترف فيه وشهادته معترف فيها لابد. لا يذكر عبادي اللي يذكر معاه نديمه وصديقه. يمكن هذا اللقاء يختلف عن كل لقاءاتنا مع كل ضيوفنا والرموز اللي تشرفنا بلقائهم، انه لازم عبادي يكون مع هذا السمير وهذا الصديق وهذا. انا اترك لك الخيار. Thank you.
شكرا استاذ عبادي. اشكرك اشكرك، كل سنه وانت طيب، وكل سنه والمشاهدين جميعا بصحه وعافيه، ربنا عاد عليهم رمضان ورمضان كريم. بعد الفاصل حديث عن شخصية الدكتور الفنان عبادي الجوهر من خلال الحوار اللي سمعناه واستمتعنا بمشاهدته سويا. عبادي الجوهر شخصية نحبها جميعا، يغلب على شخصيته الحزن، وهو الحزن المطبوع، يعني مو مرتبط بحادثة أو موقف، ولكن يمكن تأثر الفترة الأخيرة لفقده بعض الأحبة كزوجته وأخيه. عبادي عصبي، وفي العصبية اللذيذة الجميلة، لا تتضح معالم هذه العصبية إلا إذا استفز وتنرفز، وفيه عناد جميل وعناد لذيذ يسموه عناد الطفل، يعني إذا تمسك برأيه لا يمكن أحد يقنعه إلا إذا شاء الله. يحب عالمه الخاص، ليس بمنزوي ولا منطوي، ولكن لا يحب أن يكون منفتحا على العالم الخارجي بشكل كبير. له مجموعة أصدقاء، له أماكنه، وله طريقة تفكيره. أيضا تغلب عليه روح المرح، روح الدعابة، دائما لا يحاول أن يعيش في حديث ممل طويل، يحاول أن يكسر دائما الرتابة أو يغير دفة الحوار من خلال النكتة ومن خلال القفشة، وهذا ما يعرفه أصحاب عبادي الجوهر. عبادي الجوهر نجم مختلف متميز، وذكي في فنه، ذكي في إحساسه، وذكي في علاقته بالآخرين. عبادي نجم كبير. عيونك آخر أمالي، وليلي أطول من اليم، وكيف ألقى كلام عذب يوصف دافي إحساسي. أشفتك قبل ما أشوفك، وشفتك صرت كل حلم أبي رمشك يغطيني وبيك أقرب من أنفاسي. يهمك تعرفي أنك قتلتي في سنين الهم، قتلني ضحكك وجدك، قتلني لينك القاسي. رميت أقداري في دربك، وصرتي في عروق الدم أحبك، كثر ما سالت دموع وما نسى ناسي.